وانت كنت موجود في وقت في مصر، كان مصر عندها مصر عندها مدرب عظيم اكيد كابتن حسن شحاته، وكان عندها جيل عظيم ولعيبه مميزه جدا وتنوع وبدائل كبيره جدا. في رايك ايه اللي وصلنا دلوقتي للمرحله ان مدرب المنتخب نفسه، المدير الفني للمنتخب نفسه الكابتن حسام حسن في تصريح يعني او تصريحات للصحفيين من 48 ساعه فقط بيقول انا مش لاقي لعيبه كويسه اضمها للمنتخب غير اللعيبه اللي موجوده. في رايك التدهور اللي حصل لمستوى او يعني خلينا نقول يعني انخفاض كبير او فرق كبير ما بين 15 سنه فاتوا ودلوقتي، ايه السبب وازاي نرجع وازاي نعالج؟ For me it's very difficult. When I came in 2006, من الصعب للغاية عندما أتيت في 2006 وفي 2010 أيضا كان هناك جيل ذهبي في ذلك الوقت، خمسة من اللاعبين الدوليين أحمد فتحي، سيد معوض، حسن عبد ربه، عبد الله السعيد. 2006 كان جيل جيد، كانوا يحبون كرة القدم، كرة القدم فقط كرة القدم. لكن الآن هناك وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إنستغرام، واتساب، يمضون وقت أكثر في المنزل على وسائل التواصل الاجتماعي ولا يسعى للعب كرة القدم. أنت فقط عندما كنا نلعب فقط كرة القدم في كل مكان، لكن هم مشتتون في الوقت الحالي، وبالتالي تحتاج أن تدربهم ساعتين يوميا في كل يوم، تدريب ثم تدريب ثم تدريب كرة قدم كرة قدم. الكرة، نركز على الكرة، ألا يقوم بأي تدريب آخر غير كرة القدم؟ هذا هو الفارق الكبير. كما تحدثت، هناك من يكون لديه تكنيك جيد ولكن ليس هناك مهارات مع الكرة، وبالتالي نحن في عالم يمضي وقت أكثر على الموبايل، تيك توك، إنستغرام، واتساب. ينبغي أن يتوقف ذلك إضاعة الوقت على هذه الوسائل وأن يركز في التدريب وتطوير أنفسهم. بقطعك، اكيد ده مش غلطه اللعيبه واللعيبه الصغيره، لان اللعيبه الصغيره زي ما انت بتقول لو قلت لهم غير حياتك، اتمرن اكتر، استمتع بالكوره، في بدايل للسوشيال ميديا، هل ده المفروض يبدا من المسؤولين ان هم يجبروا اللعيبه الصغيره ان لازم ان انت تغير عقليتك، لازم تلعب كوره اكتر، لازم تقضي وقت في الشارع اكتر، وقت في الملاعب اكتر؟ But I think you are right. It is the parents محقق. Have to be strict with the boys. لابد أن يكون هناك حسم أكثر مع الشباب وأن يدربهم. إذا كنت تريد أن تكون لاعب متميز يجب أن تذهب إلى المدرسة للتعلم ثم كرة القدم فقط، ليس هناك أي شيء آخر. لا يمكن أن تعتمد على ساعتين تدريب يوميا، 4-5-6 ساعات يوميا، عندما تستغرق 10,000 ساعة مع كرة القدم في المراحل المبكرة من 26 سيكون لاعبين متميزين عالميين. الأسلوب هو المهم، التكنيك هو المهم وهو الأهم بالنسبة للعب كرة القدم. بدون التكنيك لن تكون لاعب متميز. لابد أن يتم تدريبهم على هذا الأمر منذ السن الصغير. وأنا أعتقد بأن هذه المشكلة الكبرى، لأن هناك لاعب كرة قدم ذكي وهناك مدرب ذكي، ولكن لاتخاذ القرار الأمر تكتيكي، لابد أن تنفذ القرار بناء على ما تعلمته من مهارة وتكنيك. إذا كان عليك أن تحكم هل هذه التمريرة هي الأفضل أم لا، إذا اتخذت القرار الخطأ بالتالي أضعت الفرصة. بالتالي هذا التكنيك للاعبين لابد أن يرتقي إلى أفضل المستويات عن طريق التدريب. لا يمكن أن أحكم على ما حدث في الأندية خلال 10 أو 15 عام، لا أعلم إذا كانت هناك مرافق جيدة، مدربين جيدين. في بعض الأحيان المدربين في مصر يصرخون ويتعاملون مع فرق الشباب كأنهم مدربين للفرق الأولى، ولكن كل فئة عمرية تحتاج إلى أسلوب مختلف في التدريب. لا تتحدث مع لاعب في سن صغير كلاعب في الجامعة، الأمر تدريجي. العديد في الأندية لا يجيدون هذا الأمر، لابد أن يكون هناك شرح لماذا لم يتم إنتاج جيل ذهبي مرة أخرى كما حدث من قبل. صحيح، وأنا دايما بقول أهمية الفوتبول دايركتور للاتحاد الكرة أو المدير الفني لاتحاد الكرة هي الأفكار اللي بيتكلم عليها مارك.
ازاي ان احنا نرجع الاولاد الصغيره ان هم يبقوا عندهم وقت اكبر لممارسه كره القدم، عدد الساعات التمرين اللي بياخدها الولد الصغير، الكواليتي بتاعت التمرين، التعليم بتاع المدربين، الفاسيلتيز والبنيه التحتيه والملاعب، وازاي تستخدم التكنولوجي والسبورت ساينس في تطوير اللعيب، حاجات كتيره كلها احنا بنتكلم فيها هنا كل يوم. ولو جبت لكم اي حد متخصص دارس بتاع هيقول لكم نفس الكلام، لان في النهايه هي كرة علم بيتطور، ولكن هو علم واحد. يعني انا خريج مدرسة الاتحاد الاوروبي في رخص تدريبية من ويلز، مارك طبعا عنده خبرات اكتر مني بكتير، ولكن برضو خريج الاتحاد الاوروبي، افكار واحدة بتتطور لازم ان احنا نبتدي نطبقها في مصر.